الحل المتفق عليه عالمياً هو إيجاد سوق عالمي للكربون تحتسب فيه كل الانبعاثات الضارة عالمياً لتداولها وتعويضها. الفكرة ببساطة هي تحديد حجم الانبعاثات العالمية للكربون من خلال ما يسمى ائتمانات الكربون أو Carbon Credits، وهي عبارة عن حصص مخصصة لكل دولة ولكل شركة، بحيث تصدر السلطات شهادة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون يسمح للشركة بإصداره أو ما يكافئه من الغازات الدافئة الأخرى، وهذه الشهادات يفترض أن توزع بحسب الهدف العالمي لخفض الانبعاثات. بعد ذلك ربما تخفض بعض الدول أو الشركات انبعاثاتها أكثر من المطلوب منها، فيبقى لديها فائض من ائتمانات الكربون، فيما تتخلف دول أخرى عن تحقيق الخفض المطلوب. وهنا يمكن للدول والشركات أن تبيع اعتمادات الكربون الفائضة لديها للدول والشركات التي ما زالت متخلفة عن تحقيق أهدافها. تعويضات الكربون. الفكرة هنا هي أن شركة ما يمكنها أن تستثمر في زراعة الأشجار أو حماية الغابات أو في تكنولوجيا لخفض الانبعاثات من صناعات معينة، وتستطيع بعد ذلك أن تثبت أنها تمكنت من إزالة كمية معينة من الكربون أو خففت كمية معينة من الانبعاثات. تلك الكميات تستطيع بيعها لشركة صناعية في سوق التعويضات وتتقاضى ثمناً لها. الجمعية الدولية لتداول الانبعاثات تتوقع يصل حجم سوق أصول الانبعاثات المتداولة إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وهناك تعويل على الكاش الذي يوفره هذا السوق للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات. هناك أسواق متعددة لتداول شهادات الكربون في أوروبا وأمريكا، كما أطلقت الصين في يوليو الماضي سوقاً خاصة بها للكربون. المشكلة الأساسية هي في حجم شهادات الكربون التي تصدره السلطات، لأن الأسعار الحالية للشهادات ما زالت منخفضة للغاية بحسب ما يرى الخبراء.